بواكي من أمام ملعب بسلة. مساء الخير وليد، مرحبا بك. مساء الخير صوفيا، مساء الخير لضيوفك الأكارم، مساء الخير لكل من التحق بنا اللحظة. بالفعل نحن متواجدون على بضعة أمتار على ملعب السلام ببواكي. المناصرين من الجزائريين الحين وصلوا إلى هذا الملعب. نحن الآن في الرواق المخصص للمراقبة الأمنية. إذا ممكن المخرج سفيان بوسلامان يعطينا كيفية دخول الأنصار إلى هذا الرواق المخصص. الأنصار بتفاؤل كبير، يعني بتفاؤل كبير للتأهل إن شاء الله هذه الأمسية أمام المنتخب الموريتاني. سفيان، نترك الصورة تتحدث زميلي سفيان. كم لأنصار المنتخب الوطني الذين وصلوا في وقت ليس مبكر، يعني ساعة ونصف قبل المباراة، سيأخذون أماكنهم في المدرجات، ومن دون شك جلبوا معهم الأكل، وسيكون دخولهم بشكل عادي يعني الملعب. لن يحدث ما حدث في المباراة الأخيرة أين تم منعهم من إدخال القارورات والأكل والشرب. نتمنى ذلك. نعم سفيان، في الحقيقة أنه إدخال قرارات الماء مسموحة، لكن دون الغطاء. هذا قانون يعني سنه الإيفواريون هنا في ملعب بواكي. يمكن أنك أن تدخل قرارات الماء لكن دون فقط الغطاء. يحضر معي بعض الأنصار، لحقت الملعب بواكي يعني ما شاء الله. الحمد لله، راكم كيما شوفوا رانا قدام ملعب بواكي، ملعب سلام. رانا نحاولوا ندخلوا الملعب الآن كما راكم تشوفوا هنا مع التنظيمه تاع رجال الامن تاع الملعب. الحمد لله دوك ندخلوا، وان شاء الله الفرجه في الملعب، وان شاء الله 3 نقاط. وصلنا الانصار وصلوا اللاعبين. الانصار لازم 90 دقيقه نجيو نشجعوا، ما جيناش نكونوا متفرجين. لاعبين يلعبوا بالحراره كما مالفين، بربي ان شاء الله نربحوا دوزيام تور باذن الله. نتمنى ان شاء الله كما الجمهور جاب الحراره هذه، اللاعبين ثاني في الميدان يكونوا بالحراره هذه ويحقوا لنا 3 نقاط وتاهلوا مرتبه اولى ان شاء الله. هو تتري في فولاتيري ان شاء الله بربي رابحين. حنا متواجدين بقوه ونشروا الفريق الوطني في السراء والضراء ومع الجزائر، ما فيش مستحيل باذن الرحمن في المرتبه الاولى ان شاء الله، ورانا باقيين هنا الى الاخير ان شاء الله ناخذ الكاس ان شاء الله. دوزيام تور ان شاء الله، ان شاء الله يلعب لنا بوداوي توتيلار مع عموره ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. دوزيام تور 3 بوان ان شاء الله. معي مناصر اخر سفيان، ربما اليوم كيفاش راك تشوف المباراه؟ بون اليوم مباراه صعبه اخي، مي بصح حنا نتمناو كل خير لبلادنا وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله كاليفيكاسيون خويا، وان تو تري فيفا لالجيري، تحيا فلسطين خويا، فلسطين الشهداء حبيبي. ان شاء الله كاليفي، ان شاء الله كاليفي يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله رانا كاليفي باذن الله. واليوم المباراه ان شاء الله مربوحه، وراح يكون اداء مليح ان شاء الله. نديروا احنا مدايرين ثقه في المنتخب الوطني تاعنا ان شاء الله يا ربي، ونطلبوا من الرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون ان شاء الله يمد لنا في هذا الاجازه اللي بعثنا لها ان شاء الله. راح تكون فرحه ان شاء الله، وباذن الله نجيبوا الكحلوشه ونروحوا بها ان شاء الله. ان شاء الله. معي مناصر اخر، ربما كيفاش راك تشوف الاجواء؟ بون السلام عليكم. اجواء راها مليحه، الحمد لله كاين جماهير جزائريه، وحنا ماذا بينا لا فيكتوار اليوم كاليفو ديزيام تور. وعمي تبون رجلنا الامور رجل. إذا سفيان الأجواء هنا رائعة، المناصر الجزائري دائما ما يصنع أجواء رائعة جدا، ويطالب رئيس الجمهورية في تمديد فترة إقامته في حالة تأهل المنتخب الوطني إلى الدور المقبل إن شاء الله. نعم.